like a Hellcat. مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد. زي ما شفتوا الانترو او المقدمة اللي بأول الفيديو، اليوم اعمل لكم فيديو كيف تعملوها بطرق كتير سهلة وبوقت قليل. واذا شفت دعم مع هذا الفيديو رح اعلمكم كيف تعملوا الاوترو. اللي ما بعرف شو يعني اوترو رح احط لكم اياها باخر الفيديو. رح نستخدم هدول البرنامجين، رح احط لكم روابطهم تحت. اول اشي رح نستخدم برنامج البيكس ارت عشان نعمل الصورة دائرية. بنكبس على الزائد اللي تحت وبنختار الصورة اللي بدنا نعملها نفس ما هلا رح تشوفوا. بنكبس على تولز، بعدين على شيب كروب اللي هي شكلها مثلث. بعدين رح نختار الشكل اللي بدنا نعمل الصورة فيه، احنا رح نستخدم الدائرة. بعدين بنكبس على السهم اللي بالزاوية اللي باليمين عشان نعمل سيف للصورة. وهيك بتكون تسيبت الصورة عنا. وهلأ رح نروح على البرنامج الثاني اللي بدنا نعمل منه الانترو، اللي هو اسمه انترو ميكر. وهلأ لما نفتح البرنامج رح نلاقي كتير خيارات حلوة ويعني منوعة كتير، فإحنا رح ندور على خيار يعني فيه هيك شكل دائرة لأنه عملنا الصورة دائرية. وبعد ما تختار الانترو رح يكون في خيارين، طبعا أنا اخترت 1080 عشان تكون أوضح وأكبر. وزي ما شايفين طبعا هاي هي الانترو الجاهزة، إحنا رح نعدل عليها عشان تصير يعني هيك إلنا وكمان كتير حلوة. كلمة تايتل إحنا ما بدنا إياها فرح نشطبها. منكبس عليها، بعدين منكبس على الحذف اللي بالزاوية بالشمال، على الكبسة اللي تحت على الزاوية اللي باليمين. بعدين منكبس على كاستم بعدين الزائد، ومنختار الصورة اللي عملناها بالبيكس آر. بس على السهم النهدي بنسحبه على طول الفيديو. نكبر الصورة على حجم الدائرة الموجودة. نكبس على تايتل اللي تحت عشان نكتب اسم القناة. طبعا في كتير اشياء حلوة بس انا اخترت شكل اليوتيوب عشان حبيت شكله كتير حلو. بعدين بنكتب اسم القناة وبنحطها بالمكان اللي احنا حابينه. نكبس على ديزاين عشان نختار اللون وشكل الخط. كبسة ميوزك عشان نختار الأغنية اللي بدنا إياها. طبعا في كتير أغاني يعني كتير حلوة، فأنتوا اختار الأغنية اللي حابينها. نختار الأغنية، نكبس على الزائد عشان تنحط الأغنية. وبعدين بنكبس على كبسة ستيكرز عشان نختار الستيكر اللي احنا حابينها. طبعا انا اخترت الستيكر اللي بيكون مرسوم عليه رسمة السبسكرايب عشان بتكون حلوة للقنوات وكمان لابقة. بعدين بنظبط حجمها وبنحطها بالمكان اللي بدنا اياه.
وما تنسوا تمدوا السهم على طول الفيديو عشان يضل كل شيء عملتوه يضل بالفيديو كامل. سيبوا الفيديو اكبسوا على الصح اللي بالزاوية على اليمين عشان يتسيب. بس هيك بكون خلصت. اذا انتوا حابين تعملوا اشياء زيادة على الفيديو او يعني تعملوا فيديو عليه كتير اشياء حلوة، في كتير اشياء بهذا البرنامج، بس انا حاسة انه هيك يعني بكفي طلع كتير حلو. وهيك خلص الفيديو، باي.